حرام، عربيتين معايا على زراعي والباقي على الصحراوي. لم جوا ابيض، اطلع اطلع. اخبطهم اخبطهم، ولا اخبطهم يا واد فواز. براحتك، هقتلك وبعدين اقتلها. اخبط بقول لك اخبط. مش هقتل، بقول لك اخبط يا فواز. اضرب يا فواز، اضرب ولا اضرب. اضرب بيقول لك مالكش عايز، خايب. العربية عملت حادثة وولعت قضاء وقدر. اثبتي ليه دهتار سماح حربة. سمع يا موتى، فاكرة سماح؟ عشان تمشوا من دماغكم. امسك. واحنا كنا بناخد اسلم. حسابكم هيبقى زي الغرب. حساب الطلعوم ده معايا انا. ابوي لو مسيت شعرة منها يا حربي هتموت انت وكل عيالك، حتى لو فيها روح انا وكل الرجالة دي. بيتك والعربية غرقانين جاز، اي طلقة نار من رجالتك هتولع. نزلوا. ترك معايا انا يا حربي. فاكرين ببيتي سماح؟ فاكراها؟ كانت زي اختي، كانت الدنيا كلها. هتجيب لي حفيد. سيبها يا حرب، سيبها. تخافش عليها، لسه ما حبلتش زي بيتي. خلي بالك منها، مش كل مرة تسلم. يدكم، يدك، حط يدك. الناس بتحسدني، عندي سبع رجالة زي نفسي، تقوموا تخون أبوكم؟ ده كأنكم دفنتوني بالحياة. ده مش عشان بنت العوم، ده عشان خليتوني اشك فيكم كلكم، خليتوني عيني في وسط راسي من ولادي. خلاص يا ابوي. اسكت انت يا كبيرهم. سامحني يا ابوي، والله كان قصدنا خير. وانت ليه ما قلتليش ان هلال وضاحى رايحين يقتلوا موجه؟ كانوا هيكدبوني، كانت هتبقى كلمتي قصاد كلمتهم. وانت اب وعيال، وليه داخل بينكم خارج؟ وليه وقفت لهم في قتلها؟
خفت على فواز، كان هو اللي هيتدبس فيه. طيب تعال شوف ايديهم على مرجع انا. ارجع منك ليه؟ اخواتك يدهم متفرتك، لازم يتعالجوا ولا تنقطع. قطعوه. عاوز نتعارك؟ نتعارك بس يدكم هتروح. قلت ايه؟ يلا عاوز خياطه وتتجبس. هترد لكم ان شاء الله. حياتك باذن الله. بس يا فواز بعد انا كويس اخد برشام. يدك بايظه وهتنقطع. تنقطع؟ انا جبان زيك يعالجني. يدك لو ما كانتش مكسوره كنت كسرتها لك انا. خلاص وري له يدك يا هلال، وري له يدك. امسكوه. العظم لازم ان يترد. الحمد لله على السلامة. ايه خلصتوا؟ اديه ما ترجع اجمد من الاول، مش كده؟ ان شاء الله. على فين؟ حط شنطة صف العربية واستنيني. نزل مصر اجازة بس طويلة شوية، واحتمال اطلب نقل لمصر. مصر؟ وين؟ مش كنت عايز تهرب؟ اهرب وطيع وانا مسمعك. اهرب كيف؟ في الاول كان ممكن اهرب من ولاد عصران وما هربتش، دلوقتي تقول لي اهرب من حربي؟ ده يقتلني انا وعيلتي كلها. خلاص يا طايع، هحاول اهربكم بره مصر. ما كانش اتفاقنا ده يا سراج بيه. انت قلت اني اساعدك تقبض على حربي، وانت تخلصني من ولاد عصران. حاولت وما عرفتش، اعمل لك ايه؟ تحاول! تحاول تاني وتالت ورابع كمان. الفرصة اللي جت دي مش هتتكرر تاني، وعصمت شاكر مش هنقدر عليه. خلاص. اقبض على حربي لوحده. انت هتدبسني وتخلع؟ حربي؟ حربي ازاي؟ عارف كل بوكس اتحرك من الاسم امتى؟ هو اكيد مش مقبض الجسم كله. وانا عارف بقى مين اللي متقبض ومين مش متقبض؟ القصه دي خلصانه. انا عارف لك. ايه؟ هجيبهم يعترفوا لك؟ سرب معلومه للي انت شاكك فيهم في الجسم، وانا هقول لك هتوصل لحربي ولا لا. الحمد لله على السلامه يا بشويه. خليك عايزك. جالي معلومة عن ضاحي ابن حربي. هنطلع نجيبه كمان ساعة. يلا روح جهز نفسك. تحت أمرك يا بشوية. قول إيه؟ ضاحي. ضاحي فين؟ قولوا لضاحي ما ينزلش البلد النهاردة. الحكومة بتدور عليه. اللي قلت له على ضاحي هو جاسوس حربي. إيه من حسين؟ مش عوض، جهز نفسك كمان ساعة. تحت أمرك يا باشا، في حاجة؟ جات لي معلومة عن هلال ابن حربي هو فين، بس عايزك تتكلم عن الموضوع. سرك كبير يا باشا. جات لي معلومة عن نصر ابن حربي. نصر؟ نصر فين؟ قولوا له ما اتحركش من هنا النهاردة. جهزوا نفسكم كمان ساعة، هنقعد على سلامة ابن حربي. إيه؟ حتى سلامة قبر إلي ابنك. شوفوني سلامة فين؟ كمان ساعة هنقعد على حمام ابن حربي. حمام؟ متأكد؟ شوفوا لي همام فين؟ وقولوا له يقضي الليلة هنا. كمان ساعة نقبض على حسن ابن حربي. حسن؟ انتوا هتجننوني. سلطان جاله خمس مكالمات. سلامة وحسن وضاحي وهمام ونصر. كده بقى في خمسة شغالين مع حربي.
واحد بس هو اللي براء. كده اللعب ابتدى يحلو. الحمد لله على السلامة يا بنتي. هات المفتاح. تمام، متشكرين يا رجالة. تفضل. ها، هتطلعي ولا احبسك ويا بنتك؟ اديني نسخة من المفتاح وانا اقفل وانا طالع. المفتاح هيبقى معايا انا بس. اطلعي. امي مالهاش دعوة. اطلعي. مالهاش دعوة كيف؟ مش هي اللي هربتك؟ وكانت هتتسبب في موتك؟ لا مش هي. انت اللي كنت هتتسبب في موتي. انا؟ ايوه انت. انت اللي قتلت سماح. لو ما كنتش قتلتها كنت زماني متجوزة ومخلفة زي بقية البنات. انا بلغت الحكومة عن حربي. اقسم بالله العظيم ما كنت اعرف اني سماح في البيت. تقول الكلام ده لحربي؟ ما يهمنيش حربي. يصدقني ولا ما يصدقنيش. المهم انت تصدقيني. سماح كانت اعز صاحبه ليا. وانا كنت بحبها. ولو عاد الزمن افديها بروحي. قضاء ربنا. يا مهجه. انا ما عنديش حد في الدنيا اغلى منك، انت اهم حاجه. وحربي كمان كانت بنته اهم حاجه بالنسبه لي. حربي عنده عيال كتير غير بنته. لكن انا ما حلتيش غيرك. 10 سنين. 10 سنين امك تحبل وتسقط، تحبل وتسقط. رحنا لكل الدكاتره. لحد ما جبناكي. ولو جرى لك حاجه حموت. شفتي؟ شفت لما تسيب ياخد لك كان هيجرى ايه؟ ما تسيبنيش تاني، ما تسيبنيش تاني. وعديني. طايع تنسيه. كان هيموت نفسه عشان يحميني. تمثيلية عشان يتجوزك. طايع يضرب ولاد حربي ويفضل عايش؟ ده كلام يخش العقل. ليه ابوي كده؟ انت خوفك عليا يا عميل. ومين قلب الميكروباص؟ مش فواز اخوه؟ ها؟ وليه يتقدم لك فجأة كده؟ وزي من مين؟ من حربي. ولما رفضناه عملوا التمثيلية دي. فكري طايع طلع من السجن ليه دلوقتي؟ انت طيبة. ما تعرفيش ان الناس ممكن تعمل أي حاجة عشان مصلحته. طايع مش شيطان. زنجة وفطاره مخلياه ماشي ورا هوا حربي. انا قلت لك اللي عندي. وخلي بالك محدش هيحبك في الدنيا دي اكتر من ابوك ولا امك حتى. قابل اللي انت عاوزاه افتحها. بتداري عليا يا مرة انتي؟ بعد العشرة دي كلها؟ لا عشت ولا كنت يا اخويا لو داري عليك ولا اقدر. انت عشتي معايا سنين ما خلفتيش غير البت وما اتحملتك. حد غيري كان اتجوز عليكي مرة واتنين وتلاتة. صح ولا لا؟ صح صح يا اخويا. وانا مقدرة اللي انت عملته بس خفت على البت دي. الحيلة مالناش غيرها. تخافي عليها وهي في حين ابوها؟ السماح يا حسن. سامحني يا حسن. ده مش اخوك جابر. اتبدل. حصل لك ايه؟ مفيش. طايع نجده من اخوه فتهز. نجدك؟ ده جبان وخسيس. ده قصده يعلم عليك يا ولد ابوه يفهم. لو كان جمان كان سبخه وقتلني. يعني ايه؟ طايع اللي مش عاوز ياخد بطاره هو اللي بيجرجل واحنا اللي جبنا؟ لا هو جبان ولا احنا جبنا.
اوعاك تكون عاوز تبقى زيه. هطخ انا. ليه ياما؟ انا رحت فين؟ لا مش عاوز ابقى زيه. ايوه كده، ارجع لعجلك. انا عاوزك راجل سلاحك في يدك، عشان الحمايه على طايا وفواز هتتشال هتتشال، هما مش دلالين. طب اسمع، عشان اللي هقوله ده هيخلي الحمايه تتشال من عليهم دلوك. طايع يشتغل مع الحكومه. يا رئيس السلطان، يا رئيس السلطان، وقف 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 وقف. اللي متوصله ده شغال مع الحكومه ومش بعيد يبقى رتبه كمان. اللي بتقوليه ده ولا ايه؟ امشي يا سلطان. إلا لو عاوز تسمع كلام وليا خرفانة. ما تغلطش في أمي. فاهمين إيه اللي بتقوليه؟ مين يطلع من تهم أقلها 10 سنين إلا لو كان شغال مع الحكومة؟ ده عور مسجون وكمان سرق سلاح ميري من ظابط. الدنيا كلها عارفة إنك عاوزة الحماية تتشال من علينا. روح يا ست أنت، روح. أمي تقول اللي هي عاوزاه. ولا أنتوا خايفين من اللي بتقوله؟ وسع يا ولية. كنت سبتني قتلته، قلت لك مش هيسيبونا غير احنا تحت الارض يا هم تحت الارض. شغل المحنة بتاعك ده مش هينفع معاه. كلم الضابط برضك. كلام أم جابر لو سليم يبقى العيال دي لعبت بينا لعب. أنا متأكد إنهم مع الحكومة. متأكد؟ ليه؟ هو من أول ما طلع بيجي بيناتنا وأنا حاسس كده. حاسس؟ يعني مش عايزني أقلب عليهم عشان يدك؟ مش بس عشان يدي، عشان العقل بيقول كده. يا أبوي أنا لا شايل منهم ولا ليا صالح بيهم، وأنت عارف إني مش مصدقهم من الأول. كلام أم جابر خلاني افكر في موضوع الكونتينر بتاع المطار. اكيد هم اللي بلغوا عنه ابوي. ممكن. ممكن؟ هو ده الصبر على العيال دي قوي كده ليه يا ابوي؟ يكونوش ولادك واحنا مش داريين. كلم عدل وخاف على يدك التانية لما تلاقيش يد تطفح بيها. انتوا مش فاهمين يعني ايه دلال. العيال دي لو طلع منهم واحد دلال صح، الشغل اللي بنعمله هنعمل 10 أضعافه بأقل مجهود. عملوا إيه يعني يقول إنهم دلالين؟ المجابر اللي لقاها فواز، ها؟ وأبوهم كان دلال ملوش زي. سيبكم أنتم، كلامكم كله مش داخل دماغي. أنا العيال دي نهيتها معايا جربت. وعموماً المية تكذب الغطاس. ولاد حربي مش طايقين، مش مصدقين ان احنا دلالين. يبقى ده وقته انك تدوم المقبره انا وريتها لك عشان يصدقوا انك دلال. طب ولو ما صدقوش؟ ساعتها انا هتصرف. خير يا رئيس حربي. المقبرة الملكية تلاقوها النهارده. ما ينفعش، لسه فاضل مساحة كبيرة ما دورناش فيها. تركبوا عربيات بدل ما تدوروا مشي، تدوروا بالعربيات. لا، لازم نبقوا لامسين الأرض. شوفوا لو ما لقيتوش المقبرة النهارده
تبقوا بالنسبة لي كذابين. يا ريس حربي، موضوع الدلالة ده إحساس، وأنا إحساسي بيقول لي إن إحنا لازم نروح هناك ندور هناك في الشرق. لا تلاقوا حاجة هناك ولا هنا ولا في أي وطن حتى. حاضر يا ريس حربي، النهاردة هنلاقي المقبرة، أنا حاسس بيها. أروح معاهم يا بوي. هناك تلاقي المقبرة هناك، يمكن حد دلك عليها وجاي يقول لنا عليها. حد زي مين؟ الحكومة. أنت صدقت الولاية الخرفانة مرت عصران؟ دي عايزة توجع ما بيننا عشان تشيل من علينا الحماية. قدامكم لآخر النهار، ما لقيتوش المقبرة قدور على حد يحميكم، بس مش من ولاد عصران، من ناني. مش حاسين بحاجة؟ لا. غريبة، يعني مش حاسين انكم هتموتوا النهاردة؟ ده انا مش دلال وحاسسك دي يا راجل. اللي ربنا يريده هيكون. لا ما تخافش، المرة دي ربك حيريد. خلينا قربنا نخلص مساحة المنطقة، هنرجع ونتحاسب. خد لفة كمان يا سلطان، حاسس اننا هنلاقي حاجة. طولوا كمان، تكذب على مين انت؟ عليا الطلاق، عليا الطلاق كمان مرة، كنت قتلتك ودفنتك هنيه من أول مرة كذبت علينا فيها. والله عشم أبويا الزيادة فيكم. هنموتوا؟ غالبا. طب ما نقول لحرب، نحاول نستسمح. هنموتوا برضه. طيب. تسرح. مش هيلاقوا حاجة هنا، المقبرة الناحية التانية. شايف الطوبة الكبيرة اللي هناك دي؟ خليهم يحفروا تحتها. عرفتي كيف؟ شغلتي اني اعرف. بس يا فواز، دي بتوجعنا. انا بشتغل مع اللي بتشتغل معاهم. احنا ما بنشتغلش مع حد. سراج بيه انا عارفه ومعاكم. احنا مش مع حد. اعطينا عشان نعترف. مهما حصل ما تقولش على موضوع الحكومة. لو عرفوا اننا بنكذب اننا دلالين هيموتونا، لكن لو عرفوا اننا مع الحكومة هيخلونا نتمنى الموت. ايه الاخبار؟ مش حاسين بحاجة يا رئيس حربي. زي ما قلت لك، حسينا بحاجة ناحية الشرق. انكشف. بيشتر وقت يا ابوي. رئيس حربي انا قلت لك، موضوع الدلالة دي مش بزرار. انا مش مسيطر عليه لسه. انت اللي بلغت عن الكونتينر؟ ابلغ عن الكونتينر كيف؟ انا كنت جوا الكونتينر، ما كنتش عارف رايح فين. خواريه مالك؟ هناك رئيس حربي، هناك عند الحجر الكبير، هناك في مقبره. كذب ما يخلش علينا تاني. تموتوا خلاص. لا احسب لي الدكتور، انا اللي هخلص عليه. اشمعنى يعني دلوقتي جالك الوحي؟ ما عرفش، هو بيجي وقت ما يعوز. صدقني يا رئيس حربي، هناك في مقبرة، أنا متأكد. مش فواز تجيلك مقابر؟ جربنا أنا المرة دي، كلها ساعتين زمن حفر. يبقى أنتوا اللي هتحفروا، إدوا كل واحد فيهم جاروف. قدامكم ساعتين، يلا. احفروا زين عشان هتدفنوا فيه. أنا خايف. خافش، لو ما كتبنا نموت هنموت. قدامكم خمس دقايق وبعدها هنردم عليكم. هم وقتهم ما لهمش غيرنا يا رئيس حربي. بقوم اربع دقايق. احب على يدك يا رئيس حربي. رئيس حربي، احنا اتنين ما فيش غيرهم. خد واحد وسيب واحد. خلي فواز يطلع. احنا شفنا النار في الدنيا، هنشوف الجنة في الآخرة إن شاء الله. بس حربي
حربي، رئيس حربي. لقينا باب. فور دي كوي. طلعوا. قلنا لكم اننا دلالين، قلنا لكم اننا دلالين. لولاكي كنا متنا. ما كنتش هسيبكم. تعرفتي مكانها كيف؟ السراج بيه ما قالش عليه. كل المقابر اللي زي دي الاثريين عارفينها، هم عندهم خرائط للبعثات بس. المقبرة دي منهوبة. منهوبة؟ نهار مجندة. هتلاقي أبوك اللي نهبها. وهيلاقي علامته. يلا بينا. حط لهم رملة في تانك البنزين. وريني العلامة دي. ريالي علامه ايه دي؟ دي علامه ابو قايع وفواز. العيال كانوا بيلعبوا بينا. جيبوا لك قايع وفواز ويدفنوا عايشين. قايع وفواز ما يتنقلوش من هنا. يلا ايه يا ابوي؟ ما هي مقبره ملكيه. ايه المقبره؟ منهوبه، علامه ابوهم عليها. ابوهم اكتشفها من سنين وهم دلونا عليها. قال ايه؟ دلالين. يعني ايه؟ يعني المقابر اللي دلنا عليها فواز كان لقيها ابوه. ايوه، حطوا رمل في التنكات. أهم هربنا من نيويورك شكلها كده. مش شايف حد وراه. بس ربنا يستر على البنزين ما يقطعش منينا. لو لحقونا هيخلصوا علينا. ربنا هينجدنا زي ما نجدنا أول مرة. كتر خير الأمين. لو طلعت بتشتغل مع الحكومة كمان. كنتش أعرف. اتفاجأت زيك بالظبط. الظابط مشغلها ومشغل وما عرفكش. طب ليه؟ هو قال لي إن في أكتر من حد شغال معاه. بس ما بيقولناش على بعض عشان يتأكد من المعلومة وما يبقاش حد بيكتب. زي موسى. ما تجيبش سيرة موسى على لسانك تاني. أنا قلت للظابط إن عيل من عيال حربي هو اللي قتله. لو عرف ان انت اللي قتلته هيحبسك، فاهم؟ وانا كنت اعمل ايه؟ لو ما كنتش طخته كانوا هيطخونا، هو كان بمزاجي. اب مزاجي. في ايه؟ في ايه؟